أرجعك تاني على جزء من أصول المواضيع. إحنا عايزين البلد تطلع لقدام أو ولا لأ؟ ده سؤال مهم جدا. طيب الإجابة بالتأكيد أيوه. طيب إحنا عاوزين البلد تطلع لقدام يعني بالدعاء، طبعا الدعاء يغير القدر كيفما تعلمنا يعني، وربنا سبحانه وتعالى كبير، بس ربنا سبحانه وتعالى يسبب الأسباب، يسبب الأسباب. أنا عندي وضع ما صعب، طبعا عندي وضع صعب، طيب انا هحله ازاي؟ لازم كلنا هنشترك في الحل. يعني يمكن مثلا رؤية الدولة الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 ل 2030 واللي جهزتها الحكومة دي او ارسلت بالفعل، مش اقول لك هترسل، ارسلت بالفعل الحوار الوطني حتى تناقش نقاشا مجتمعيا مستفيض. الا انه يمكن كمان من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي اتكلم فيها الرئيس النهارده، قال بجانب الحوار الوطني، واتكلم حتى مع استاذ ضياء رشوان على هذا الموضوع، لازم هنعمل حوار اخر متعلق بالاقتصاد نفسه ويكون اكثر اتساعا فيما يتعلق بالقضايا الاقتصاديه واكثر عمقا. طيب توصيف المشكلة اللي أنا فيها إيه؟ ده واحد. اتنين، شكل الحلول، خد بالك بقى، العملية مش مسألة الآراء. يعني سهل جدا إن يوسف يقول رأي، بس السؤال هو الرأي ده قابل للتطبيق؟ ممكن يبقى الرأي ده عظيم أو التصور ده عظيم، بس هو قابل للتطبيق أو ولا لأ؟ وإن طبق هو يليق على الحالة المصرية أو ولا لأ؟ وده سؤال أهم. خلونا هنا ناخد معانا على التليفون خبرنا الاقتصادي وتحديدا خبير الاقتصاد السياسي أستاذ محمد شادي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا يوسف. ليه ويسلمك. عامل إيه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله يا أحمد. طيب يمكن بنتكلم، الرئيس النهارده إدى مساحة من حديثه ومساحة ليست باليسيرة على الإطلاق للحديث عن الأوضاع الاقتصادية المصرية والمرحلة الراهنة ومناقشات حول كيفيات مختلفة للحلول، وقال أهم حاجة إنه آراء الاقتصاديين اللي أنا عارف إن هم اقتصاديين كبار وفاهمين وكل حاجة، بس تبقى قابلة للتطبيق. فأنا يمكن من جهتي فكنت بتساءل، بقول التشخيص والتوصيف الدقيق للمشكلة أولا حتى نذهب إلى حلول قابلة للتطبيق وأيضا مرهونة بالحالة المصرية، صح ولا أنا غلطان؟ صحيح. ممكن أنا بس عايز أقول لحضرتك على حاجة. طبعا أنا يعني أنا شاركت من الحوار الوطني في المرحله الاولى منه يعني، وكمان يعني الجلسات الختاميه والجلسات المغلقه. يعني معظم الجلسات اللي تعلقت بالشق الاقتصادي في معظمه يعني انا اشتركت فيه. والرئيس النهارده كان يعني 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 صريح للغايه وبليغ للغايه في وصف انه المره دي عاوزين موضوع مختلف، لان احنا المره اللي فاتت واحنا قاعدين مع بعض كل واحد فينا يعني عارف تمترس حوالين زي ما حضرتك قلت بالظبط كده آراءه. احنا كلنا جايين من مجالس اليسار والليبرالي واللي مش عارف ايه، وقعدنا كلنا قلبناها مكلمه، قعدنا نتكلم ونقول كلام نظري. احنا عاوزين نخلي البلد احسن حته في العالم، عاوزين لا مش عارف نعمل ايه، عاوزين وفي الاخر ايه الحلول اللي طلعنا بيها؟ ولا حاجه. حضرتك لو جيت تبص للحلول اللي قدمها الحوار الوطني في الشق الاقتصادي، لما بتكلم عن الشق الاقتصادي بالذات لفخامة الرئيس ورفاعه عليه، هتلاقيها عبارة عن خطوط عريضة جدا لا تعدو كونها محاور واسعة للغاية. عشان كده الرئيس النهارده كان بيأكد على انه يا جماعة مصر مش خالية من الكفاءات، مصر مليانة كفاءات. يعني يعني احنا بنينا العالم، مش بنينا والله بس الدول العربية ولا بنينا اشقائنا، لا كفاءاتنا بتبني العالم كله. مش معقول يبقى عندنا الناس دي كلها ومش عارفين نتفق على حاجة. وانا اقول لحضرتك بعض المسائل البسيطة جدا عشان بس حضرتك يعني تعرف مدى حيره اللي بيدير البلد دي عامل ازاي. احنا دلوقتي كمصريين بنقول له مثلا يعني احنا عاوزين زي ما حضرتك عارف يعني احنا عاوزين دور اقل للحكومه وعاوزين دور اقل للقوات المسلحه وعاوزين دور اقل. طب ماشي، نيجي نقول له يا جماعه طيب نقلل الادوار بتاعت الناس دي، نخلي الحكومه تتدخل بشكل اقل. تلاقي اصدقائنا في اليسار يقول لك ايه ده؟ انت هتسيب المواطن؟ هو فين دور الدوله؟ يا جماعه طب ما انتوا بتقولوا لي انسحب من الاقتصاد عشان القطاع الخاص ينمو. فا انا انسحب، الناس تقول لي لا دور الدوله مهم جدا، انت ما ينفعش تسيبني، ما ينفعش تعمل. طيب خلاص ماشي، دي مساله. طيب جوه واحنا بنتكلم على دور الدوله، طب انا يا جماعه دلوقتي عندي مؤسسات فيها جزء يعني بيحملني خسائر فادحه، في عندي بعض الشركات اللي بتخسر بقالها 10 سنين ما بتعملش اي مكاسب، حاولت تطورها بكل سبل ما بتتطورش.
عملت كل اللي تعمله ما بيتعمل ما فيش اي حاجه. اجي بقى انا عاوز اصور صوره الدوله دي عشان القطاع العام ما يبقاش عليا عيب، يبقى ديك بيكسر الدوله واقدر اصل للمواطن عن طريقه. تيجي تتخلص من واحده من المؤسسات اللي مش بتعمل دورها كويس، الناس تقول لك انت جاي تبيع بيع عواد. يا جماعه ما احنا لازم يعني لازم نبقى محددين ببرنامج الاصلاح بتاعنا، فبلاش دوت. تيجي طيب تقول ايه احنا هنزود في هنمشي في اتجاه ان احنا نخلي للدوله دور في القطاعات الاستراتيجيه، قطاعات الاسمنت والحديد والاكل، الحاجات اللي ممكن بيعتمد عليها اللي التضخم دلوقتي شغال فيها، الناس بتشتكي منها. يقول لك انت داخل تنافس القطاع الخاص، طب هننسحب؟ يقول لك انت سايبنا لرجال الاعمال ياكلوا فينا، لازم يبقى عندك تدخل. المصريين نفسهم مش حاسمين قرارهم. اقول لحضرتك على حاجه، انا برضه بعدد لحضرتك قضايا لازم تتحسب، لازم الشارع المصري يحسمها، نشوف هل هو واخد اتجاه ايه منها عشان الدوله تقرر معاه. الضريبه، في بتقول له ايه؟ انا دلوقتي هرفع الضريبه علشان اقدم لك خدمات كويسه. هيقول لك لا، انت قدم الخدمات الاول. طب هي البيضه الاول ولا الفرخه؟ يعني انت عاوزني اقدم خدمات كويسه وبعدين اخد منك الضريبه؟ ماشي، طب عشان اقدم الخدمات دي لازم اضطرد. لا ما تضطردش عشان الدين ده مشكله كبيره جدا، طب خلاص ادفع. لا مش ادفع، ما هاخدش خدمات. طيب دي الحاجه، الحاجه الثانيه يا باشا، انا مصادر الاولى عشان تاخد علشان يعني تقدر تنفق وتقدر تعمل خدمات كويسه، تقدر تديك طرق كويسه، تعليم كويس، صحه كويسه، عندها حاجه من الاثنين، يا اما الضرايب يا اما الايرادات الاخرى. يقول لك لا ما تاخدش ضريبه. ما الضريبه دي انت حاطط ده في جيبي، انت بتجيب ضرايبك ايراداتك كلها مني. هو العالم كله كده اصلا، الدول المحترمه ايراداتها كلها من الضرايب، بس مالناش دعوه. طيب انا اجيب ايرادات منين؟ روح للايرادات الاخرى. ايه الايرادات الاخرى دي؟ اهمها على الاطلاق دور الدوله، مؤسسات الدوله، القطاع العام بتاعها. طب انا باجي ازود دوري في بعض المؤسسات، اجي اعمل مصانع، اجي اشتغل، تقول لي لا ما اشتغلش. يعني حتى قرار الدوله احنا مش متفقين عليه. وبالتالي لو احنا عاوزين ناخد البلد دي قدام خطوات على طريق الحل اللي برضه اللي ضخمته وحطيته النهارده، ان احنا لازم نرفع ايراداتنا اكتر من مصروفاتنا من الدولار. يعني لازم الاول نحسم هذه المسائل بشكل قطعي، وانا مش بتكلم نحسمها للابد، نحسمها في الفتره اللي احنا موجودين فيها. يعني خلال الخمس 10 سنين الجايين يا جماعه انتوا عاوزين دور الدوله ازاي؟ عاوزين نجيب فلوسنا منين؟ عاوزين ننفقها فين؟ وبالتالي لو احنا مش عارفين نعمل ده على المستوى الشعبي، مصر مش خايفه من الكفاءات، نقعد بكفاءاتها بتيارتها المختلفه ونتكلم. بس مش نتكلم عشان نتكلم، لا نتكلم علشان نوصل لحلول. يعني بدل ما احنا بنلمها مكلمه ونيجي نسجل اجوان في الحكومه، لا مش عاوزين نعمل كده. الحكومه يعني خلاص يعني مش محتاجين ان احنا نقول ان انتم مش عارفين تعملوا حاجه. الوضع يعني واضح جدا، الناس مش بتعمل احسن حاجه، مفيش حد يقول الكلام ده خالص اهو. طيب احنا عايزين احسن منهم. طب ما تيجي بدل ما احنا عاملين بنسجل فيهم جوان، تعالوا نحل. بدل ما نمسك المايكات ونقعد يعني نهتف، لا حضراتكم نخب، حضراتكم يعني فنيين على اقصى درجه من التعلم، مش هنجيب حد احسن من كده. يبقى ننزع بقى عباءه المعارض الثوري الديماجوجي ونتكلم كلام فني يصل الى حلول. نتحرك الليبراليين ويساريين ويسار وسط وخلافه الى نقطه سواء تجمع شمل البلد دي كلها، علشان ناخد خطوات نقدر نقدمها للراجل اللي بيقول لنا يا جماعه اللي هيطلع منكم انا هوافق عليه ايا كان. مفيش حد بيدي الشيك على بياض ده ابدا، عمر حضرتك ما تلاقي سياسي بيدي الشيك على بياض ده، يقول لك اي حاجه هتطلعوها انا موافق عليك. طب احنا طلعنا حاجه للاسف، وانا على فكره انا منهم، انا بقول لحضرتك انا اشتركت في معظم جلسات الحوار الوطني الخاصه بالشرك والاقتصاد، وللاسف للاسف لم نخرج بشيء. عشان كده الدعوه الجديده المفروض نستغلها بشكل افضل ونستثمرها بشكل احسن. طيب انا هيبقى في عندي اكتر من حاجه عايز اتكلم معاك فيها بصراحه محمد. اولها انه انا عايز منك شرح او تفسير او تبسيط لصوره ما، وهي اتذكر كويس جدا انه انا وحضرتك كنا موجودين في برج العرب عندما تحدث الرئيس، اظن كنا في ابريل 2023، حول تعويم من عدمه، فقال اللي هيضر بمصلحه المصريين انا مش هعمله. الدولار نزل في ليله 7 جنيه في السوق السوداء يعني او في السوق الموازي.
ايضا عندما كان هناك حديث حول تعويم من عدمه في الربع الاخير من 2023، وكان واضحا ان الحكومه او الدوله او البنك المركزي لن يقوم باجراءات من شانها ان يعوم سعر الصرف، فالدولار برضو اتهبط له 5-6 جنيه في ليله. اذا الدولار اللي بيتهز بالستة والسبعة جنيه ده في السوق الموازية أو في الأسواق الموازية، وأنت أدرى مني هناك أكثر من سوق سعر للعملة في السوق الموازية المصري، ده معناه أنه دي أسعار الفقاعة ولا دي أسعار بجد؟ يعني أنا مهم عندي أفهم يعني إيه سوق فجأة يتهبط فيها السعر على تصريح واحد 7-8 جنيه. هو دي أسواق مضاربة كلها جاية من عدم اليقين. يعني من عدم اليقين يعني الناس اللي بتشتغل في الأسواق دي كلها ما عندهاش يعني اتجاه واضح يمشوا فيه ازاي. وده على الرغم من ان الاداره المصريه حسب القرار، احنا انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده واعتقد ان الكلام في وقتها حتى لو كان يعني مش واضح قد احنا قلنا، انا افكر بس حضرتك بالكلام اللي احنا قلناه، احنا قلنا قبل كده ان الاداره المصريه قررت قرار نهائي بانه في ظل الظروف العاديه غير الاستثنائيه على الاطلاق اللي احنا موجودين فيها دلوقتي دي انه مفيش تعويم. وده مفيش تعويم يعني ايه؟ يعني قلت لحضرتك حتى كنت حضرتك استغربت انه الجنيه الدولار هو اللي هينزل للجنيه المصرفي. حلو الكلام كده؟ ده قلناه. والناس في وقتها قالت بعد ان خلاص هيحصل تعويم والدوله كلها بتجري في سياق انه بعد الانتخابات لازم هتعوم. بعد الانتخابات عدت الموضوع انتهى، الرئيس قعد في مكانه وما زلنا الى يومنا هذا ما بنتكلمش. لو حضرتك ملاحظ اليومين دول ما عادش في كلام عن تعويم بشكل احنا بنتكلم عليه، وده رغم انه مصر بتعاني بشدة على كل الأصعدة بتاعت الموارد الدولية بتاعتها. والناس لازم تتأكد دلوقتي وأنا بكلم حضرتك إنه في ظل الأوضاع غير الاستثنائية شديدة الاستثنائية اللي إحنا ممكن نشوفها، الدولة دي مش هتاخد قرار مرة أخرى بالتعويض. وبالتالي لو الناس عرفت كده وتيقنت من كده هيفهموا إنه مع الوقت مش بقول بكرة ولا بعده، مع الوقت الدولار في الأسواق السوداء هينزل لسعر الجنيه في البنك المركزي، وده على المدى المتوسط والطويل. ايه اللي بيعمل الهزات دي؟ اللي بيعمل الهزات دي ان كل مره والهزات المعاكسه ان برضه بنشوف ارتفاع كبير جدا على سعر الدولار، ان كل مره بيبقى فيه كلام على انه مصر هتوفر موارد دولاريه تلاقي الدولار بينزل. كل مره مصر تتعثر في بشكل من الاشكال، ومش تعثر داخلي، يعني حضرتك لو شفت من المحيط بتاعنا دلوقتي هتلاقي كل الضغوط جايه من الخارج، مفيش حاجه الحكومه المصريه عملتها سواء تضعف. ده هيخليني هقطعك بسؤال، يعني هل احنا بنعاقب على ما نقوم به يا محمد؟ يعني هل انا اعاقب على ما قمت به في 30/6؟ هل انا اعاقب على ان انا دخلت اتفاق شنغهاي؟ هل انا اعاقب على دخولي بنك التنميه الجديد؟ هل انا اعاقب على دخولي البريكس؟ انا مش من انصار خالص نظريه المؤامره، ومش انصار ان انا بعاقب. هو للاسف هي سلسله من الظروف الغير عاديه خالص على الاطلاق اللي بتمر بيها مصر. عدد كبير جدا من المحللين بيقولوا ان مصر مستهدفه بالموضوع دوت، وانا لا انكر هذا، انا مش بنكر عليهم كلامهم، ده كلام مش من انصار كده، انا من انصار الناس اللي بتقول ان انا قراري في ايدي ومصيري في ايدي، مهما تعرضت لضغوط. وعشان كده الرئيس كان واضح جدا النهارده وقال لك انه البطل في المشهد ده كله هو الشعب المصري. ليه؟ لانه ببساطه جدا انا عاوز اقول لحضرتك انه في جنبنا شعوب في المنطقه اشقائنا، يعني طبعا رغم ان هم اكثر تعلما مننا، بس اقول لحضرتك اكثر في شعوب اكثر تعلما واكثر ثقافه من الشعب المصري، جاعوا نزلوا ولعوا في البلد بعد ثوره واثنين وثلاثه ولعوا فيها. في شعوب ثانيه اكثر ثراء مننا، مجرد اول يعني ضغطه نزلوا ولعوا في البلد. الشعب المصري مع الظروف الاخيره كلها عندنا 6 سنين بيضغط ضغط شديد للغايه، يعني مشكله بتسلمه مشكله ومشكله بتتراكم فوق مشكله، وما زال صامت بطريقه يعني لا تقبل النقاش. انا عاوز اقول لحضرتك انه في اوقات ثانيه من 3-4 سنين يوم 25 يناير اللي داخل علينا ده كنت بتلاقي البلد كلها مشدوده. النهارده انا بكلم حضرتك البلد ولا اكن في حاجه، رغم ان الظروف المعيشيه صعبه للغايه. وده اقول لحضرتك ان الشعب المصري يعني حزم قراره هو الثاني، انه دعوات الهدم، دعوات انهيار البلد دي من جديد، دعوات ان احنا ناخدها من تاني 10 سنين، نرجعها 10 سنين من تاني،
انتهت وللابد ومش هتتكرر، مش هتتكرر من جديد. علشان كده البطل دايما هو زي ما السيد الرئيس قال، هو 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 الشعب المصري، وده كان واجب التاكيد عليه. ولو الاداره دي، لو الاداره دي عملت انجاز، عملت انجاز يعني يذكر ليها على في موضوع البنيه التحتيه، موضوع اعاده الدعم، موضوع في عدد كبير جدا من 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 الموضوعات يعني اللي اعاده هيكله بنيه الاقتصاد المصري كله، فهو عملته بفضل صمود الشعب المصري. لانه الشعب المصري لو ما كانش صامت كان زماننا دلوقتي ماشيين في الاتجاه العكسي، ماشيين بظهرنا. صحيح، كل اللي بتبني بيقع. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا يا محمد، واتمنى ان احنا نتقابل كده الاسبوع الجاي، لان انا محتاج منك شرح حول مساله اسعار الان دي افز والعقود الاجله وما الى ذلك، والتقييمات اللي بتتعمل للجنيه امام العملات او سله العملات. ده مهم جدا ان الناس تفهمه. انا بشكرك جدا 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 خبيرنا الاقتصادي وخبير الاقتصاد السياسي استاذ محمد شادي.